بعد التحميض والتحضير والتطبيخ والتفحيص والاكل عم يسكب ما يتبقى من طعم. اي والله ان شاء الله تكون انبسطتوا. بس ان شاء الله انا بعرف انت حاجه بس ان شاء الله ان شاء الله بالعودة وان شاء الله رفعا باذن الله يا رب. امين رب العالمين. ان شاء الله رفعا يا رب العالمين يا رب العالمين رفعا باذن الله تعالى. عن جد كانوا طيبين كثير والله يسلم دياتك وكثير انبسطت. صحة و100 هنس. الف عافيه. اغلبية اهل طرابلس بيكونوا عاملين بفضل الكبه ما تعملين ورق عنب. انا بحس عن جد يعني اوكي الورق عنب طيب بس بحس الطبخ مثل ما قالت ما تعملين الطبخ مع العيلة أزبط. أما حبيبتي بابا فيك تجمعيهم. صح. هلا فتك هلا ستك الصغيرة هلا فت. إيه هلا ولا عيني ولا عنب. فيك وإجا كان حينبسط. كمالحة كمرض. ها ها. هلا هاي الطبخة دغري على الفوطي أهلا وسهلا. تفضل. صح لأنه بيجوا الناس فواج ورا فواج. ورا بعضهم. يعني شيء إجا ساعة واحدة ونص، شيء تنتين، شيء تنتين ونص. لا لقيت الساعة 5 مساء على الافطيرات. إن شاء الله راضي. على الافطيرات. فدلقت الورق عنب لازم يكون الكل موجود. صحيح صحيح. لازم تكون الفاميليا كمان موجودة. صحيح. فالحمد لله مبسوطين. يعني مين بيقول للبخيلة لا المهم عزمك الغداء صحتين. ان شاء الله يا رب صحتين وعافية. الله يطول عمرك. الله يعيد كل هالايام ونضلنا نجتمع بهالبيت ان شاء الله. تضلوا بخير يا رب يا كريم. يلا ارني هيك عجنة فاضية. ارني فاضية مع الملوخية. عم حبيبتي من ضوءك المعمولات. صعب جدا. لا عمري. صعب جدا. في المعمولات في حبة الحلو بركة العيد هيدي. الغدا كان ملوخية. طب لو كان بتاكلي هلا معمول وحبة العيد. طول لي عمرك. انا فيني. فنجان قهوة على كيف كيفك. اي والله. زيادة عيني. انا فيني اقول لا لفنجان القهوة اللي بدها تكون معك. لا تشرب تدعي لي هلا. حبيبتي. لك الله تفضل يسلم لي هديات المدوري اكيد بجوز. هذا معمول شو هيدي جوز المدوري بجوز صح ما في تمر لا مجد الله يسلم دياتك اهلا بالحامل والمحمول هلا حبيبه قلبك نحن بدنا نقول لك الحامل والمحمول هلا هيدي الركوه حبيبه قلبك عمو حبيبتي انت معكي خبر فوره مرتين على الغاز يجيني عالمها اخ انا اخ ما في محاعم الغاز هلا حاتركي له بعد شوي ها اهلا وسهلا يا اهلا فيك احلى فنجان قهوه هلا نصلي على النبي محمد اي والله مع هالمعمولات الرحيم اشتقنا لفنجان القهوه يا مرت عمي كنا كل يوم نعملها بعد الفطور ايه اكيد هلا وقت بدك تعمليها قبل الفطور بعد الفطور بعد الفطور قبل الترويقه بعد الترويقه الساعه 12 بالليل كل دقيقة سلم وضع الكوفي هيدي كوفي عن جد هلا هدول معمولات هالمعمولات هلا اجوا هديه هلا اجوا كادو ايه فخلينا ندوق ونحكم قبل ما نعرف من وين ما من وين لانه ما علي اسم عريق اللي ساعه معلق علي لانه شغل بيت ما بعرف ما ممكن خلينا ندوق لكن لا عم تقري الاسم العريق هون 1882 ابدا هي ماركه معروفه 1880 قبل بكثير هلا بدنا ندوق لا عن جد يلا ها بسم الله يلا قولوا الله يا رجال يا والله يلا ها نشوف اول شيء من الريحه كانه ريحتهم طلعت ايه لا ريحتهم عن جد ريحتهم بتجنن هاد ندوق ذوقي للوشي باينين رح يفتوا فت من لمسه يلا ذوقي للوشي شوفي اي اطيب تبعينك ولا تبعيننا والله طيبين يا مرت عمي الله يعود عليهم اي والله اللي عملهم واللي جابهم كثير طيبين عمرها هالايام بالصحه والعافيه امين رب العالمين الحمد لله يا عم حبيبتي كلها نعمه اي والله هلا هذا نوع ثاني غلوش هو التمر ذوقي بس والله انتفخنا معمول ام الروح ليله وحده بس هن ليكوا صغار بكره بدهم معمولات ليا وبنحكي بنقطع لعندك اللي يلا حكيتي يا جاره اسمعي يا كني صح جينا هلا لعند بنت عمي سوسو قلنا فريد مرة بدنا نجي نقول لك العام وانت بخير وبدنا نزورها ونبارك لها بالمولود الجديد ليكو 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 هالمزوقة شو عاملة ليكو دخيل الله عن جد أنا كتير بحب هالحركات اللي بتعملهم سوسو ايه الجمال ده ايه الشياكة دي كتير حلوين ليكو هذا الديكور بالبيت هلأ هي جابت بعض الأشياء من المستشفى كانوا بالمستشفى مثل هيداك
لما شفته كان عباب غرفتها بالمستشفى مع هيديك، فليكو بالبيت زايدين عليه هول الستاندات وعليهم الشوكولا وضيافة العيد، ضيافة البيبي تاج. الله يحميك لأهلك يا تاج، ويحمي كل الأولاد لأهليها، ويطعم لكل مين بده. مزوقة أم السوس هيدا شو؟ لازم نستكشف هاد، لنشوف هيدا شو، كأنه مثل الكيك بقلبه شي. وإذا ما كان في اسم تاج ففي تاج بنفسه. هيدا إزاز أهرامات مصر، تحية لأهلنا بمصر. ما في سور صيني العظيم كمان عليه تاج؟ هيدا شو؟ ميسو حلوين. لا كتير ذوق، كتير كتير كتير. يعني أنا عم فرجيكم بنفس الوقت عم بعطيكم أفكار مشان شي حدا هيك على أبواب ولادة عبالة تعمل قصص مثل القصص اللي عملتها سوسو. ليه هيدا مسكر عيونه؟ يي خيي الجمال ده، الكياتة دي كلها، كلكم وهالدباديب اللي قاعدين يمين وشمالكم. الله يحمي لأهله ويحمي كل الأولاد لأهله يا رب. ليكو بتعرفوا شغلة؟ هلا عم بتقلي السوسو إنه هيديك الشجرة ضاوية، طفي أم السوس؟ حدا كان منتبه لها؟ حدا كان منتبه لها؟ أماني برقبتكم أنا ما انتبهت لها. ليكي بالنهار لأنه أنا مطفية الصالون عاطية ضاوية، عرفتي عكسي على التاج. يا الله شو حلوة. ايه يعني بالليل بتعكس على التاج ولا بالنهار؟ بالنهار لأنه صالوني أنا معتمته. هي بتعكس على التاج اللي وراها بالنهار، بالليل لأني بضوية فما بتبين. كتير حلوة. هلأ ما شاء الله، مزوقة مزوقة. ليكو ليكو بينت هلأ أنا عم تضوي وتطفي. لك يا سوسو قمة الذوق، والله قمة الذوق. يعني عن جد الله يحمي، الله يحمي ويحمي لكم إياه ويحمي ويخليكم تاج فوق راسه يا رب، ويطعم كل من بده يا ليلى. آمين رب العالمين. هاي دعوات نفسي، بيقولوا دعوة المرة النفسي مستجابة، فإن شاء الله يا رب من تمك لأبواب السماء يا سجا. الله يطعم لكل من بده. آمين يا رب. والله بعرف هاي أطيب شيء أختي. أخي كله أطيب من بعضه لأنه نفس الشيء. ما فهمت علي، اطيب يعني معناته انه اي فيه هيك مكسرات قلوبات اكثر وزبيب اكثر. اخي هل نحن ما فينا نخدع يعني، لانه يعني الا ما يكون في كل شيء واضح كله واضح الا يكون حبه بالزيت او بالناقص. خلينا نعدل، خلينا نعدل نشوف الزبله. سوسو ان شاء الله الف الحمد لله على سلامتك يا سوسو. هلا هي صارت هي مناسبه عيد وهي مناسبه ولادتك. سلم دياتك. يلا شو جوزي بده يجربهم؟ طرية هاي. شو هذا بالبودا؟ شو هذا؟ هذا شو يا سوسو؟ نعم شو هذا؟ أشياء جدا شهية. مبينة طيبة. جديدة أول مرة. كأنها نكهة لوتوس ولا؟ كل شيء جديد. دوقني شقفة. سوري. I'm so sorry. لا لا بدي أخذها. لا أنا بدي شقفة، ما بدي إنه أنا حأخذ لإلي وحدة. أميني خديها. لا. بجيبك شوكتين؟ لا هلا حأخذ وحدة لإلي، بدي شقفة صغيرة. طيبين. طيب يا سجا. هلا طيبين؟ أخي كل شيء طيب. هاي شو هيدي؟ من كل شيء. كمان. الله يحميه، يحمي إخواته، يحميهم لأهلهم يا رب. هاي شو محشية؟ هاي شو هيدي؟ هاي أختي شو هيدي؟ سوسو كأنه اللي أكلت أنا تركت طعمي بتمي طعمة مي ورد. أختي كأنه بدنا مفتاح علب هون نفتح كيف نفتح هذه؟ يمكن ما بتعرف هي ما لها شيء تعذب لحتى توصل لل لمبتغاك. لأنه تاج. طيب صار على التاج بده يعاني. 100% لأنه ما مش سهول الواحد ينال التاج. اللي عم تتعذب هالقد فتحة. يعني ما على محل فتح فيها اصلا. تمام دوقنا نشوف شو هذا. هذا
هذا لوز مكسر معه. يا حسيته بتعرف مثل اي حلو؟ مثل الحلو الجزائري اللي بيسموه معسلات مثل العربيجية عن جد؟ بس اللوز تفضل هردو؟ طيب. لذيذة غير اخي الهرم هذا شنو؟ هيدا كمان هذا شنو؟ كمان جميل شوكو طيبين لحد هلا هذيك طيبة والله مبسوطة فيها كثير هاي نشوف هالوردة هيدي ورجيني هالوردة للورد نشوف بسم الله أكيد أخي الورد للورد والبرغل شنو حوله طيب دوقني بس هالشقفة لذيذة طيب والله كله طيب يا سوسو بس انا عبالي اعرف هيدا شو ايه كمان هذا شنو شكله مغري مثل كأن الكره الارضيه صح فرجينا المطاري هتلاقوا والله يا جماعه كله طيب كله لذيذ هي اي وحده هيدا السيلندر هيدا ليلى اي وحده اخذت الذهبيه ولا الزرقاء الزرقاء السم الزرقاء لكن احنا بنوفر على سوسو انا وجوزي بناكل من نفس القطعه مهضومه كرانشي قلبه وهدول ايه مدوقهم بالبيت لانه طلع السكر معنا فول السكر ايه طبعا حوز بقى بكفي ما في ولا وحدة عايشة؟ ما بعرف يمكن يكونوا عايشين يمكن يكونوا ميتين ما بعرف. اسمعوا لي هذول بكا بيكبروا وبيخلفوا بيتولدوا بالدنيا. بس قديه كتار ليكوا مليان. فقنا اليوم الصبح لقينا الحيط مليان حلزين حلزونات. جمع الحلزون حلزونات. شوف هالبويات لفتوا لي نظري اول ما فتت لهون هلا بقلكم نحن مشان شو جايين على السوبر ماركت رح اقلكم شو السبب هذا يا جماعه ذاكرين كل ما نجي لهون بنروح على قسم البرادات في سندويشات كثير طيبين سندويشات لحم بارده مع سلطات والصلصات تاعولن ففكرنا نجي لهون نتغدى اليوم هون لأنه هول الساندويشات نحنا كلياتنا بنحبها يعني أنا وعائلتي كلها الساندويشات هونيك بردت شو هيدي في إيه خاي؟ بتصدق كنت حطة ببالي إنه ممكن ما نلاقي انبسطت كتير إنه لقينا أنا بدي خبز أسمر قال يعني بعد رمضان نعمل دايت لا عن جد هو الخبز الأسمر أنا أصلاً طعمته بحبه أكتر فرجيني هيدا شو محشي هيدا شو محشي تركي مع جبنة هيدا شو حلو أوكي هيدا شو كمان تونة تونة طيبة بعتقد هاي شو كراب هي طيب الكراب طيب الكراب وهو ليك فاش تركي تونة فما بعرف شو هنا ايه هولي شو لا هولي مخص هولي السلطات شو ليكو السلطات ف الغدا هون رخيص وكويس وابن عالم وناس بعد ايه سعر الساندويشية هيدي شو سعر الساندويشة
$3 وفي $2 لا اثنين فاصلة في ثلاثة في 3.50 والسلطة بقد ايه؟ حناخد سلطة عجبتني هاي $5 الأولاد بيحبوها لهي السلطة حقيقة حسب هذه $4 أيه معك $4 حناخدها في غيرها $5 واني ام $5 شو فيها؟ هنيك بيجي تونة باستا مع سلطة وهي هذه ما نو تونة باستا مع سلطة تونة باستا بلا ليك مكتوب عليها اه كمان اوكي هي كمان صح بس هيديك غير نحن وعم نمشي بالسوبر ماركت ليكو شو لفت نظري يلي اكلناه بهولندا تشوروز ولا منو تشوروز فرجيني لا مبلا والله ما بقى في شيء مش موجود كل شيء موجود خلينا ناخد شوك لانه السلطات اللي اخذناها يا جماعه بدها شوك فوين الشوك هاي كم شوكه تمام ناخد الزرقاء ناخد الزرقاء حلو عم بتصدوا انا اولادي ما بياكلوا بالزهر ولا بيقربوا على الزهر ولا بيجننوني اذا بيشوفوا شي زهر ماشي حناخد هاي وحده بس بزياده يلا خاي اسرع غدا واطيب غدا شو بدنا احلى من هيك اخذنا الاكل واخذنا الشوك والصحون يعني ريحي حالك باي طريقه يا ست البيت سهول لا ما حدا يقول لي شو مهضومين ما حدا يقول لي قد ايه حلوين جميل ولا الاكواب عندي منهم هول في اشياء حلوه والله شو هاي القصص هاي لفتت لي نظري بس ما فهمتها مزبوطه مشان شو عليكو بيحطوها بالكبايه من تحت بس مشان شو اكتبوا لي اذا عارفين هاي مشان شو هذا الستاند كل مره بيجي لهون لو ما بدي اشتري المهم اتفرج شو منزلين اشياء جديده ولا الخشبيات هلا راح المعمول راح المعمول وعليكم خير وكل عام وانتم بألف خير السلطات شايفين قد طلع المبلغ هذا مع كيس شيبس كمان $37 متحمسة ذوق السلطات انا قبل الساندويشات تونا باستا والله السلطة اللي بتعمليها يا مرور بتشوى مين من هاي السلطة بس للراحة احكام ريحتها حلوة ريحتها بتشهي انا ولادي كتير بحبوا سلطة الصوص مايونيز هلا نحن اجمالا بنحط مايونيز مع التونة والباستا صوص دمشي اكتبوا لي شو تغديتوا تاني يوم العيد يا جماعة لكن حلو انه فريش لا نحن بالعيد او مش انه نحن انا بالنسبة لي اول يوم العيد طبخ يوك عقلة الاتراك تاني يوم العيد كمان ما في طبخ بناخد بريك من الطبخ يا جماعة استراحة من الطبخ لمدة يومين ثلاثة ليفرجها الله هي أول وحدة صارت جاهزة الثانية عشو تونة تشيري توميتو كمان تونة باستا ليه نفس الشيء بس أنا هي قريت فيها ما فيها مشروب فطر آه. مزبوط
كمان نفس الخبرية؟ نفس الخبرية فيها باستا فطر بندوري واحدة. فطر؟ آه. طيب كتير مرة والله طيب. أنا بتاكل هيك ناي طيب لولو لولو طيب عن جد طيبة. أنا حبيت هاي اللي ما فيها مشروم يلي ما إجا مع مشروم. الصوص تاعها أطيب بكتير يعني بتشبه السلطة اللي بتعملها أم مرور أطي يعني كتير طيبة. التانية ما كتير حبيتها. ما قلت لكم كم سموني جبنا نحن؟ هاي وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني هذا المبلغ للسبع سمونات يا جماعة ما شاء الله. حط السلطة شوي على جنب. نقلي ساندويشي all day tuna. شكل الخبزة هاي لحولها أنا بتشاهيني ما بعرف ليش كتير بحب هذا الخبز الأسمر يلي بيجي بقلبه الحبوب. الله فرجيني شو في بقلبه. ليكو ساندويشي من قلبه بندورة وتونة صحتين مامي. إذا بدك سباجيتي؟ لا لك عم بدك ساندويش؟ يا عن جد هيدي كانت طيبة. الفريش تونة هيدي فريش تركي والله كلهم طيبين والله. أخذوها مني أنا يا دوب أكل. بس بدي أقولكم شغلة أول ما عم بفتح الساندويش اللقمة يلي هون بالآخر هاي اللقمة فاضية سمون على الحل. آه هاي فيها صدر الدجاج مع الجبنة بس لا والله خبزتها طيبة. خبزتها طيبة يعني هلا إذا بتقطعوا هاي لا والله جاي فيها قطعة دجاج واحدة هاي بقية فاضية بس هون لا مليانة. هلا حط السندويش شوي على جنب. هيدي شوف لي بالفاتورة هول قديه حقهم؟ هاي حقهم دولارين وشوي ليلى. دولارين وشوي مشان تعرفوا مظبوط الحفلة هاي قديه كلفت. 24 قطعة مع الملاعق والسكيكين والشوك كله بيجي كم صحن بيجي خمس صحون خمس صحون ست صحون نص دزينة ست صحون ست شوك ست رح صور لكم الفاتورة مثل ما هي انتوا عدوا شوفوها وشوفوا كل سندويشة وكل سلطة شو سعرها. بس ما بعرف ليش في هالهجوم الشرس عليهم عن جد انا ما صورت لكم نحن لانه عيد يمكن لانه عيد نحن وعم نشتريهم عم نشتري السندويشات مع السلطات اجوا زباين الله يبارك كله صار ينقي وتقريبا الرفضي فعن جد في عليه اقبال. حسيت اطيب غدا والله وعزو الكل يعني ما في حدا بيقول انه هيدا الاكل ما بيعجبه. جينا صفينا تغدينا وقلنا باي باي. لا انا هيك